ومعنا عبر سكايب من بغداد مشاهدينا الاستشاري في علم الأمراض العضو في مجلس إدارة مركز الرافدين للتنمية الصحية الدكتور محمد إسماعيل مجيد. دكتور محمد أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا. بداية، كيف تعلق على قرار يعني تأخير إعطاء التلقيحات للأطفال يعني كالحصبة وشلل الأطفال وما إلى ذلك؟ كيف سيتصرف العراق تجاه هذا القرار؟ مساء الخير عليك سهل. أخ محمد وعلى كل مشاهدي قناة الحرة. أعتقد يمكن قبل شهرين أو تقريبا يعني هالفترة الزمنية من أيضا من خلال قناتكم الكريمة وجهت في وقتها دعوة وقلت أنه هناك تركيز أصبح على الكورونا كونها جائحة، وبالتالي أثر هذا على مستوى المراكز الصحية في تقديم خدمات دعم برنامج التلقيح الموسع للأطفال، واللي العراق كان رائد في هذا المجال بشهادة منظمة الصحة العالمية واليونيسيف كونه من الدول المتقدمة في توفير كل اللقاحات للأطفال. وبالتالي هذه الجائحة أثرت على هذا البرنامج حاليا، والمفروض الوزارة أن تعود إلى العمل به وتشجيع المواطنين لمراجعة المراكز الصحية. وأنا أحكي لك إياها من خبرة كوني كنت مدير معهد الموصول للقاح ومخزن اللقاحات الرئيس للعراق كان تحت أمرتي، وإحنا نوزع كل المحافظات وبسلاسة وبشكل كلش يعني طيب. جيد لكل محافظات العراق. نعم دكتور، كيف تنظر للخلاف الحالي في الموقف يعني من قضية جائحة كورونا بين اللجنة العليا للسلامة الوطنية التي تنوي تخفيف بعض الإجراءات الوقائية وبين نقابة الأطباء التي تعتقد أن في هذا القرار نوع من التسرع والتعجل؟ ماذا تقول؟ بالضبط، هو هذا القرار أيضا كان يجب أن يؤخذ ولكن أن يدرس بشكل جيد. يعني هناك معارضين لهذا القرار وهناك مساندين لهذا القرار، لأنه ما ليس من المعقول أن تبقى حياتنا ضمن الحجر وضمن توقف الحياة عن السير بالشكل الطبيعي لها. وبالتالي نضع محددات وشروط، هناك الكثير من الدول استطاعت أن تحتوي الفيروس وتحتوي الجائحة وعادت إلى حياتها الطبيعية من خلال الالتزام بالكمامات، وأصبح الكمامات شيء ضروري ووفق يعني أوامر أصبحت عليه ملزمة أنه تلبس الكمامات والتباعد المكاني. هذه من الأمور الرئيسية اللي ساعدت هذه الدول على احتواء الجائحة، وبالتالي عادت إلى حياتها الطبيعية. ويمكن عدد منها فتح الطيران وفتح السفر وبدأت الحركة في كل الأسواق. يعني هي بحاجة إلى دراسة أكثر ووضع يعني شروط وضوابط شديدة حتى نمنع الاختلاط والازدحامات وبالتالي إعادة نشر الفيروس. نعم دكتور، هناك ارتفاع واضح في نسبة المتشافين على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، وهو أمر بدت وزارة الصحة مرتاحة إلى الأرقام. هل هي مقاومة جسم المصاب التي تقوده إلى الشفاء، أم أن هناك بروتوكولات علاجية حقيقية تستخدمها المستشفيات والمراكز الصحية ترفع نسبة الشفاء؟ هي هناك عدة عوامل وعدة أسباب يعني مترافقة لهذا الأمر. منها أولا أن 80% من الحالات هي حالات خفيفة ويمكن يعني بأشكال بسيطة من العلاجات، والحجر المنزلي يمكن أن يتجاوزه، وبالتالي شفنا أن الأعداد بدأت تصاعد، بالإضافة إلى تغيير البروتوكولات العلاجية نتيجة الخبرة المتراكمة أصبحت لدى الطبيب العراقي اللي بالميدان مباشرة، وبدأت بعض المستشفيات بتغيير بعض البروتوكولات العلاجية، وبالتالي ساهمت هذه أيضا بشكل آخر في رفع هذا. وهذا يعني أصبحت الأرقام تدعو إلى التفاؤل ولكن بحذر شديد. يعني صح أرقامنا يعني تجاوزت النسبة يمكن 63 أو 64% من الشفاء، وهذا أمر جيد جدا، بالإضافة إلى أنه بدأت نسب الوفيات تنزل عن المئة، واليوم يمكن 94 أو 95، وبالتالي هذا أيضا أمر آخر مطمئن. لكن يعني ندعو المواطن للالتزام أكثر حتى نقدر نتجاوز المحنة ونحتوي الفيروس. من بغداد استشاري علم الأمراض عضو مجلس إدارة مركز الرافدين للتنمية الصحية دكتور محمد إسماعيل مجيد، شكرا جزيلا لك.